بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحبيبي. تم تحليل بعض العظام المتحجرة التي تصل عمرها تقريبا إلى 200 مليون سنة من عصر الجوراسي. طبعا هذه بعض العظام الديناصورات، لم يتم التعرف على بعض العظام لأنها شبه مشوشة أو مشوهة. تم إيجاد بعض الخلايا الدم الحمراء مثل ما تلاحظون، طبعا متحجرة في العينة. تم الآن البحث أيضا عن بعض الخلايا الدم. هنا نجد بعض من الخلايا، هنا أيضا، يتم البحث الآن أيضا عن بعض مناطق المركزة في الخلايا. هنا نسبة كبيرة مركزة. نكبر العينة. مثل ما تلاحظون ان الخلايا للحين ما بعد تندثر. طبعا هذه العينة اخذتها من منطقة يوجد فيها بعض النسيج الرخوي في العظم، طبعا متحجرة بالكامل. سوف يتم التعرف على الحيوان يعني في بعد قليل. بس أهم شيء أنه هو يعني من فصيلة الديناصورات.